هذا الشوط سوف ننطلق مع أشواط الإنتاجي والمنتجين. نتابع هذا الشوط خاص بالقعدان المهجنات الأصايل. هنا نتابع ونسير معكم سويا بالتحديات. نسير بالانطلاقات هنا على أرضية الميدان. نبحر معكم سويا في المراكز العشرة الأولى المنطلقة هنا بصدارة هذا الشوط. وبداية بالتبر هنا من ينطلق عزام بن ناصر بن رضا الزيد الشريف الشريف من ينطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الطليلي حميد بن حمد بن حميد العويسي. ويأتينا هناك المختبر عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري. المركز الرابع مطفي محمد بن سالم بن حوتة العامري. والمركز الخامس حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة من ينطلق على المركز الخامس من الجانب الآخر بهذه الانطلاقات مع السليماني طريقا بتحديات الجميلة. هنا الوصول الوصول من النادر المنطلق بتحديات خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي من يأتينا بتحديات المركز السادس. الوصول هناك من الرايد حمد بن محمد بن عمران لجتبي أيضا بانطلاقاته وتحدياته وتسللاته الجميلة. أرى هناك تسلل جميل وملحوظ في هذه اللحظات. والقادم هنا أيضا منذر في هذه الانطلاقات وتحدياته. هناك من الجانب الآخر أو المنطلق هنا أيضا سكر سالم بن محمد بن مترف الطنيجي من يأتينا بانطلاقة وتحديات هذا الشوط. هنا مناور محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري من وصل هنا شعار بشيخة على المركز الثامن. المركز التاسع يأتي المختبر عبد الله بن سعيد بن تريس. وعاشر مراكزنا هنا شعار النادر مع متعب سهيل بن عبيد بن عبد الله بن ميع من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي الأسماء للمراكز العشرة الأولى. خلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي تتواجد هنا بالانطلاقات، أسامي تتواجد بالتحديات وبالإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى التغييرات القادمة هنا. وأرى شعار بالحوتة من غير على الصدارة مع مطفي، مطفي من انطلق بصدارة. سلالة مطفي هنا ينطلق على مقدمة هذا الشوط. محمد بن سالم بن حوتة العامري من يأتينا على الصدارة، بينما يأتي النادر على المركز الثاني ويتسلل بطريقة هنا أيضا بشعار عنيد المضمرين. ينطلق هنا أيضا بهذا الانطلاق خليفة بن سعيد بن سالم لنيبي المتسلل. هذه اللحظات على المركز الأول. بينما نتابع المركز الرابع الثالث هنا التبر عزام بن ناصر بن رضا الزيد الشريف والسليماني من الجانب الآخر. السليماني هناك منطلقا بتحديات حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مناور محمد بن علي بن راشد الخميساني الظاهري من ينطلق بتحدياته. متعب 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 هنا يخترق خارق الصوت، يخترق المنافسين ويتسلل إلى رابع المراكز هنا بشعار النادر. السهيل بن عبيد بن يميع من يأتينا بانطلاقاته هنا وتسللاته الملحوظة الجميلة. هناك سكر سالم بن محمد بن مترف الطنيجي أيضا منطلق، وبن عمران مع الرايد حمد بن محمد بن عمران يأتينا هنا. هذا الانطلاقات ثامن مراكزنا. المنطلق الطليلي حمد بن حميد بن حمد العويسي تاسع المراكز. هناك الوصول أيضا من منذر خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري مع منذر. هذه الانطلاقات والتحديات. الوصول هنا أول نداء رعد عبد الله بن سعيد بن غرير لجتبي أيضا قودم. يسلم يسلم بدأت الأسماء تتسلل، بدأت الأسماء تتحدى أيضا، ولكن الصدى المقدمة. وأرى هنا متعب من غير على الصدارة، متعب من انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدورة هذا الشوط. ركز يا أبو عبيد مع انطلاقة متعب. هنا سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع من ينطلق على الصدارة على المقدمة، بينما النادر على المركز الثاني خليفة بن سعيد بن سالم لنبي. وأرى الله 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 رعد رعد ذات عاشرا بدأ يتسلل بهذه
اللحظات هنا عبد الله بن سعيد بن غرير اللي قلت بي من انطلق بتحدياته وأرى القدوم والله القادم أحلى. وصل 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 هنا أشقر 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 وشعار ضبيان سعيد بن راشد به هنا أيضا سعيد بن راهب سالم برويس اللي قلت بي من وصل بهذه اللحظات مع راعي ضبيان المنطلق على المركز الثالث والمركز الرابع يا عقاب عقاب هنا بانطلاقة سيف بن محمد بن علي السندوانة المري بأول نداء العقاب على المركز الرابع وبن بدر قادم مع إرسال سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي وهناك النودر لخليفة بن سعيد بن سالم اللي ينابي من ينطلق بهذه التحديات الجميلة. المركز السابع هنا بدرون خليفة بقميص بالصوب اللي يتبي الله 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 الأسامي وأرى هنا شعار هنا هجام مبارك بن حمدان بن محمد الحميري ولكن غادرنا الكيلومتر الأخير ومتعب على الصدارة متعب على المقدمة متعب على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني رعد على المركز الثاني عبد الله بن سعيد بن غرير اللي يكتبي والقادم القادم هنا الله 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 الحميري مع هجام 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 هجمة هجمة هجام هنا سلالة هجام بن كريب ياتينا مبارك بن حمدان بن محمد الحميري من هجم بهذه اللحظات على المركز الأول بين أداء الجميل ينطلق بالصدارة بالمقدمة هناك القادم القادم أشقر سعيد بن راشد بن سالم برويس الاكتبي والله الله 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 براق 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 عبيد بن محمد بن عبيد بن نغموش الكعبي ايضا قادم ولكن هنا هجام على الصدارة هجام على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور هجام هجام مبارك بن حمدان بن محمد الحميري يلا يا ابو حمدان روح مع هجام وانطلاقتي وتحدياته الاخيرة هنا بهذا الاداء المميز اللحظات الاخيرة هنا في هذه الأداءات ولحظة وصول هجام سلام للمرموم من المرموم تهانينا المبارك بن حمدان بن محمد الحميري. المركز الثاني براق عبيد بن محمد بن عبيد بن نغموش الكعبي. المركز الثالث وصل رعد عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي ويأتينا أشقر سعيد بن راشد بن سالم برويس الكتبي على المركز الرابع والمركز الخامس. وصل مشاهدينا الكرام هناك محمد بن عبد الله بن هاشم الشامسي مع مشعل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود متابعينا الكرام هنا 7 دقائق 32 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لأبو حمدان على هذا الفوز المميز مبارك بن حمدان بن محمد الحميري وفوز هجام. بينما المركز الثاني كانت الانطلاقات من قبل هنا من وصل مشاهدينا الكرام براق ب7 دقائق 33 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا العبيد بن محمد بن عبيد بن نغموش الكعبي. أما ثالثي مراكزنا فكانت التحديات من قبل رعد هنا أيضا ب7 دقائق 34 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا عبد الله بن سعيد بن غرير لقتبي على هذا الفوز. تهانينا لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات ولأشواط الإنتاج والمنتجين.